جديدة اليوم. نهى الحربي تحصل على لقب سفيرة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض. مع صدور تراخيص دور السينما توقعات بتوافر 50% من إجمالي الوظائف للنساء. كيف تتجنبي شيخوخة اليدين؟ مهرجان دبي السينمائي مع خبراء المظهر في سيدتي. الشيشة الإلكترونية أبخرة متصاعدة ورؤية أفقية شبه معدومة. وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، تتابعون خلالها الكثير والكثير من الفقرات المتنوعة. مساء الخير عبير وغزل. مساء الخير بنات. طبعا اليوم ايش؟ اليوم الخميس. والخميس ونيس. لا بجد يوم الخميس يعطيكم سعادة. طبعا يعني نهاية أسبوع سعيدة لجميع الموظفين والطلبة والطالبات اللي لازم يبدأوا يشدوا حيلهم من الآن ويبدأوا يستعدوا للاختبارات النهائية. أكيد، وكل التوفيق لهم. لكن طبعا أكيد غزل وعبير، قبل ما نبدأ جولة أخبار سيدتي لازم نسمع هرجة عبير. الهرجة هرجة الهرجة اليوم رح أسألكم رأيكم، لو جاء أحد أعمى، طيب أعمى. أعمى ما يشوف، وسألكم إيش هي، وصف لي الحياة، كيف هتوصفيها من وجهة نظرك؟ كيف هتوصفيها من وجهة نظرك يا رؤى؟ غزل تفضلي. يا ساتر. كيف رح توصف الحياة الأعمى من وجهة نظرك يا رؤى؟ والله شوفي، أنا مع مبدأ أنه تفاعلوا بالخير تجدوه، فالحلو الواحد أنه دائما يحاول قدر المستطاع أنه يشوف الحياة بطريقة حلوة. أكيد وقتها فعلاً حيشوف إنه الحياة حلوة، عرفتي؟ مش عشان إنه أنت ما بتشوف معناته إنه في حاجة أنت ما هي موجودة عندك موجودة عندي. ياما في كثير ناس يشوفوا وبيبصروا لكن عندهم عمى داخلي. فمو شرط إنك أنت ما تشوف معناته إنك أنت استغنيت عن حاجة أو ما شفت حاجة مهمة، لا. ممكن تكون مفتح بس انت اعمى من 100 او اعمى اكثر من 100 اعمى. صحيح، ابدعت يا غزل. يعني بعد كلام غزل ما في كلام ينقال، لكن لو تبغى تساليني من وجهه نظري انا ايش هي الحياه، تعرفي اب اند داون، دائما صحيح. في يوم حلو ويوم لا. الحياه عباره عن تحديات، عن قرار، عن اصرار، واكيد دائما في نتائج يعني عائده علينا حسب المواقف أو بالطريقة اللي الله كتبها لنا. صحيح. أنا بالنسبة للحياة دائما طالما إنه في يوم جديد فأكيد دائما في شيء جديد ودائما في شيء إيجابي. جميل. طب وإلى جولة سريعة في أخبار سيدتي. يلا. بداية كده نستفتح بسم الله الرحمن الرحيم. توقع مختصون في مجال الثقافة والفنون توافر ما لا يقل عن 50% وظائف للمرأة السعودية بافتتاح خبر، طبعا بعد نزول قرار خبر إنه رح يكون في دور سينما عندنا في السعودية. على ان شاء الله بدايه 2030 باذن الله راح يكون مجال السينما مفتوح قدام السيدات بنسبه 50%. اكد رئيس لجنه المراكز التجاريه بغرفه تجاره وصناعه ان نسبه الوظائف المتاحه للمراه مع بدء انطلاق مراكز السينما لا تقل عن 50% من مجموع نحو 30,000 وظيفه في اكثر من 300 دار سينما في مختلف مناطق المملكه بحلول عام 2030. متوقع تنوع الوظائف المتاحة للمرأة ما بين المبيعات والاستقبال والتواصل الاجتماعي والتسويق والإعلانات وغيرها من المجالات التي تبدع فيها المرأة السعودية. يعني شوف أكيد مدام هم يعني وفروا الوظائف دي فهم عارفين أن المرأة السعودية تستطيع أن هي تشتغل بكل ذمة وضمير وتبدع في المجال اللي هي بتشتغل فيه. طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عمر الجاسر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة. مرحبا بك يا دكتور عمر. مرحبا، الله يسعد مساكم ومساء المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور عمر. ما هي نظرتك للفرص الوظيفية المتاحة للمرأة السعودية مع انطلاق دور السينما؟ يعني زي ما تصارت دوبكم في الخبر او في التقرير ورئيس الاستاذ محمد علوي، ولكن انا احييه وبيتكلم كرجل اعمال وبزنس في التسويق في الدعم اللوجستي المبيعات العلاقات التنظيم التطوير، ولكن انا حتكلم من الجانب الفني. نعم. المملكه العربيه السعوديه تذكر بالعديد من صناع السينما من الفتيات، من كاتبات، من مخرجات، مطورات
مكياج سينمائي، إدارة إنتاج، ولكن يفتقدوا إلى الفرصة الحقيقية. ثم مبادرات، وخاصة في ظل وجود جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة اليو بي تي وجامعة عفت. جامعة عفت احتفلنا العام الماضي بتخريج 23 فتاة ما بين إخراج وتصوير وإدارة إنتاج تصاميم. جامعة الأعمال والتكنولوجيا أيضا عندها دفعة كبيرة الآن حتخرجها من الفتيات. فعندنا الآن مخرجات سعوديات وكاتبات وأفلام بدأت تعرض داخل المملكة وخارج المملكة، وبعضهم حصلوا على جوائز في دبي وفي كندا، مهرجان كندا. صحيح. فهذا جميل. يعني احنا بنتكلم تكلمت عن الناحية اللوجستية، لكن أتكلم عن الناحية الفنية. عندنا فتيات سعوديات نفتخر ونتشرف فيهم، سواء بالممارسة أو اللي بدأوا يلتحقوا بالدراسة الأكاديمية. وهذا مستقبل واعد لصناعة، لتكون المرأة شريكة في صناعة السينما السعودية وليس صفة ذكورية. نعم. المبدعين والمبدعات موجودين، محتاجين هذه الفرص. طبعا الصالات دي توفرت إن شاء الله. أتمنى من معالي وزير الثقافة والإعلام أنه حث أصحاب هذه الصالات إعطاء الأولوية للفيلم السعودي في أوقات الذروة، لأنه يعني ولازم نعطيهم مميزات علشان يعرضوا فيلمنا السعودي اللي يتوافق مع عاداتنا أو قيمنا وأخلاقنا، وخاصة أنه حيكون إحنا مملكة العربية السعودية قارة. نعم. يعني عندنا مخزون ثقافي وأدبي وفني وعلمي وتاريخي، عندنا شخصيات، عندنا أحداث. لن يصنع هذه الأحداث في أفلام سينمائية غير أبناء البلد وبنات البلد. أكيد. هو دكتور عمر كمان ما رح يكون بس في مجال الفنون. إحنا ذكرنا أنه هتختلف الوظائف ما بين المبيعات، ما بين التسويق، الاستقبال، التواصل الاجتماعي. نعم. حتى المكياج السينمائي. جميل. والإنتاج السينمائي والممارسة. يعني أنا عندنا جمعية ثقافة الفنون، إحنا قمنا موسمين سابقين بتجارب الأفلام السعودية من الجنسين. كان عندنا تجارب افلام لمبدعين ومبدعات شيء كثير. خلينا نتكلم عن الجانب النسائي اللي تتكلموا عنه. نعم. ايضا اقمنا 3 دورات في فن المكياج السينمائي، عندنا 20 مدربه يعني متخصصه في المكياج السينمائي، وخرجوا حوالي 100 متدربه تخرجوا. والان بنخطط على 3 دورات جديده الان للمهتمين بالمكياج السينمائي. فدي عناصر مهمه وهي الاساس. اوكي. لما احنا نعمل التنظيم وكل جميل، نشغل بناتنا في السوشيال ميديا، في التنظيم، في الاستقبال، في المبيعات، في الحجوزات، ولكن نبغى بناتنا ايضا يكون لهم دور في صناعه السينما، في صناعه السينما بوجهه نظرهم، برؤيتهم، بثقافتهم. نعم. لانه المراه حساسه ويعني ولماحه شيء كثير. يمكن احنا كرجل، انا كمخرج، تغيب عني بعض اللمسات الجماليه، او لكن المراه ما شاء الله عليها ربنا خلق فيها حس الجمال. صحيح. فبالتالي تكون رؤيتها أجمل، وخاصة في طرح قضايا المرأة. أكيد. جميل. دكتور عمر، يعني زي ما ذكرت أنه المرأة كانت، أو حضرتكم يعني في الثقافة والفنون، في جامعة الثقافة والفنون كانتوا بتعطوا دورات، وخصوصا في المكياج المسرحي أو المكياج السينمائي. خليني أسألك، إيش في كمان دورات ممكن توفروها للفتيات حتى يعني تدعمهم في صناعة الأفلام أو السينما السعودية؟ جميل. إحنا وقعنا اتفاقية الآن مع قناة إقرأ الفضائية، وبدأنا نعمل معهم دورات. نعم. في صناعة، أول دورة بدأناها عن الأفلام التسجيلية، كتابة السيناريو، التصوير، الإخراج. نعم. وخرجنا حوالي 18 شاب وشابة بالتعاون مع قناة إقراء. الآن إحنا برضو وقعنا اتفاقية مع جامعة أعمال وتكنولوجيا اليو بي تي، حنقيم دورات في الجمعية وفي الجامعة. الجمعية حتكون عندنا النظرية، وفي الجامعة حيكون التدريب العملي اللي يمتلكوا المعدات الفنية والتقنية. وهذا يعني يساهم في دعم يعني صناع الافلام من الفتيات، واضافه لهم الكثير، خاصه ان احنا بنشوفه الان كمان في اليوتيوب. هو طبعا ما هم لاقيين فرصه اكثرهم في الافلام السينمائيه لانها مكلفه، فبيشتغلوا عن طريق اليوتيوب، عن طريق الاعلانات، بعض البرامج الخفيفه، ولكن عندهم طموح وابداع انهم يقدموا سواء في المكياج، سواء في التصوير، في الاضاءه، في الاخراج. عندنا مبدعات حقيقيه حتى كثير. في كتابه السيناريست يا دكتور. نعم. نعم. عندنا كتابة سيناريس، وعندنا كمان في الجرافيكس. صحيح. يعني شيء يعني الحقيقة يسرج الصدر. والبدل المجتمع فعلا والجهات الحكومية تهتم في الموضوع ده والجامعات. هذا شيء جميل، ولكن هم محتاجين إلى الفرص. صحيح. اللي فعلا
توجب. عشان كده اتمنى الشركه اللي تعاقد مع وزاره الثقافه والاعلام انها تبدا كمان تهتم في صناعه المحتوى الفيلم السعودي بدعم فتياتنا سواء بالدورات الاكاديميه او ابتعاث من الخارج. نعم. علشان نقدر نقدم تجارب نسائيه مميزه، وحقيقه عندنا تجارب نسائيه مميزه كثير، ولكن احنا محتاجين الى الدعم الحقيقي لهم. دكتور عمر، بس في برضه ناس كثير يشتكوا انه في ضعف في كتابه النصوص، هل ممكن الان مع افتتاح دور السينما وتمكن المراه من خلال افتتاح دور السينما انه يصير في قوه في كتابه النصوص وفرص انه المراه تكتب والله نصوص؟ والله انا اقول لك الضعف، انا يمكن هم عشان برضه يعني الاعمال محدوده ويمكن مشاهدينها محدودين، ولا عندنا مبدعات، وجود الصالات دي حيشجع الكل انه يبذل مجهود اكثر سواء في الدراسه، في الكتابه، في الابداع. اثنين، نبدا كمان لما تبدا كمان وسائل المحطات التلفزيونيه والاذاعيه تعمل برنامج اسبوعي عن السينما، هذا كله يزيد من ثقافه المجتمع وثقافه صناع الافلام. نعم. ويبدا برضه يخلق نوع من التنافس. اكيد. لانه كل كاتب له وجهه نظره واسلوبه في الكتابه او كاتبه. ولكن احنا لكن في الاخير قلت انا قاعد اكتب، انا اكتب كتبت 3 سيناريوهات السنه دي. نعم. مين ينتجها لي؟ صحيح. فبالتالي يصير نوع من الاحباط، يصير نوع من الكسل، واذا كانت موظفه في محطه فضائيه مثلا او تلفزيونيه حتكتب بشكل تقليدي، انا اتعب ليه؟ مين حيشوف فيلمي؟ يعني حيشجع مجال التنافس قصدك؟ نعم، وحيرفع من ثقافته وثقافه المتلقي كمان. صحيح. اكيد. دكتور عمر الجاسر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، شكرا جزيلا لك. يعني طيب. حقيقي جميل يعني وجود هذه الجمعيات، وخصوصا انها توفر الكثير من الدورات للفتيات السعوديات، واكيد تدعمهم اكثر انهم يشاركوا في مجال صناعة السينما السعودية زي ما كنا بنشوف في المهرجانات الخليجية والعالمية المشاركات الشبابية سواء كانت على الصعيد الشباب او الفتيات. صحيح. وشفنا كيف كانت ردود الافعال لهم، وحيشعل روح المنافسة انه كل مثلا حيحاول يبرز احسن ما فيه من أكيد. ناحية كتابة سيناريوهات، من ناحية كتابة نصوص، حتى في الاخراج يعني لا، وبعدين في فرصه الواحد يتعلم من اخطاء غيره او يبدا من حيث انتهى الاخرين، فبالعكس يعني جدا جميل انه يكون في هذا النوع من التطور. صح. عندنا في السعوديه. طيب ننتقل لخبرنا الثاني، حيث منحت الهيئه العامه لتطوير مدينه الرياض الاستاذه نهى الحربي لقب سفيره مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينه الرياض. يعني فعلا نفس الشيء، الانجازات السعوديه ما زالت مستمره والحمد لله، كل يوم والثاني نسمع انه عندنا شيء جديد، وهذه كلها اشياء تثبت على ثقتنا في المراه وثقه المراه في نفسها وثقه السعوديه انها ممكن تعطي مثل هذا اللقب للاستاذه نهى الحربي. اكيد. وحناخذها معنا عبر الهاتف ونشوف ايش شعورك يا نهى. اول حاجه الف مبروك. الله يبارك فيك ويسعد مساكم سيدات ومساكي سيدات العالم العربي. ومساكي أول حاجة يعني يا أستاذة نهى الحربي نحب نبارك لك وأبغى أعرف إيش هو شعورك. الله يبارك، الله يبارك فيك أستاذتي الكريمة. من ناحية الشعور، شعور مختلط. نعم. يعني ما بين فخر وشرف وثقة أنالها من سيدي رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمير منطقة الرياض صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن بندر. هذه بحد ذاتها نوع من التحدي ونوع من المسؤولية والمهمة اللي حواجن فيها مجتمع وطني كامل، فهذه مهمة تصب في صالح المواطن نفسه وتصب في صالح وطني لمشروع وأضخم مشروع على أرض الوطن يعكس حضارة واقتصاد ونقلة ترى النور بإذن الله في الوقت القريب إن شاء الله. إيش شعورك مع المسؤوليات اللي أنت حتكوني مكلفة بها يا نهى؟ والله يا أستاذتي الكريمة أي. من يوم وصلني الخبر شفهيا وأنا داخلة عصف ذهني عرفتي يعني إيش أقدم وإيش أعمل، إيش البروبوزل اللي ممكن أطرحه، يعني شيء مهول. يعني إحنا حنواجه عقليات بشتى المستويات بشتى الفئات، إحنا نتكلم عن مجتمع ما استخدم المترو إلا خارج المملكة. صحيح. صحيح. فممكن تكون الثقافة وإدخال هذه الثقافة ورفعها للناس اللي مثلي ومثلكم جربوه برا وعرفوا ايش البنفيت والمزايا تبعه. صحيح. بالعكس احنا نستناه بفارغ الصبر، لكن لما تتكلمي عن اشخاص تعود انه يعتمد على ذاته في النقل وتحدي الوضع في منطقه الرياض، هذا باذن الله نقول ان الله يسخرنا لهم ونحاول نعيشهم نوع من الرفاهيه ورفع التوعيه عندهم بمدى
وأهمية استخدام ميزات المترو بإذن الله والنقل العام بشكل عام. صحيح، تم اختيارك كسفيرة تقديرا لجهودك في مبادرة ثقافة النقل العام، حدثينا أكثر نوها عن هذه المبادرة التي قمت بها. مثل ما تفضلت لك، بالنسبة لرفع الوعي هو أهم شيء في المشروع اللي هو رفع الوعي، لأنه إحنا نواجه يعني مثل ما تشوفين زحمة هائلة بالرياض، والناس ما راح تتعامل مع هذا المشروع بكل سهولة، لازم يكون في وجود مشهد قائم يرفع الوعي عندهم ويحمسهم ويحفزهم باستخدام النقل العام. وجود هذا المشهد أمام عيوننا لما أنت غزل عبير نهى الثانية الثالثة تارك سيارتها وموقفتها في الباركينج وتطلع المترو وأشوفها يوم من الأيام ماسكة السناب وتصور، أنا في الحالة هذه حعرف أنه فعلا في ميزة، ولا ليش فلان الفلاني المعروف يستخدم المترو مثل ما شفنا في أسماء كبيرة حول العالم تم تصويرها باستخدام المترو. صحيح، فعلا في ميزة قاعدين نعيشها في هذا المترو، لا من الناحية الصحية، لا من ناحية استثمار الوقت، لا من ناحية جوانب أخرى إحنا ما ندركها إلا بالتعايش. يمكن هو تعود نوها، كيف إحنا ممكن نقدر يعني أنا فعليا مثلا ما تخيل أنه ممكن أكسر حاجز أنه أنا أترك سيارتي الخاصة وأنزل أمشي على رجلي عشان أركب المترو، كيف ممكن إحنا نكسر حاجز التعود اللي تعودنا عليه سنين أنه إحنا نستخدم سيارتنا الخاصة؟ لما احنا نتعرف على الميزات استاذ غزل، لما نتعرف على الميزات اللي انا بلاقيها في المترو باذن الله اني حكون مو حترك السياره، يمكن اصلا ما عاد استخدمها. صحيح، احنا يعني بحكم عملنا ما شاء الله يعني الرياض من اكثر المناطق اقتصاديه في العالم، يعني منطقه اقتصاديه بحته، كلنا بدون استثناء نخلص شغلنا في الجوال واحنا في السياره. كلنا يعني الوقت هذا فيه استثمار رهيب، فما نتخيل انه يعني لما تكلم عن رجال اعمال وسيدات اعمال ما اتوقع ان عندها الوقت انها تعيش ضغط الزحام اللي يوصل 50 دقيقة بينما ممكن تعيش 20 دقيقة في المترو. انا اتفق معك تماما. ووعد مني. فتخيلي في فرق لما تدخلي رايقة لعملك. صح. بعيدا عن الضغط، بالعكس تلاقي يمكن اغلب شغلك انجزتيه وانت في المترو، وفي فرق لما تدخلين وانت مثلا موقفه ولا صاير شيء، عاد احنا مقبلين في شهر 10 على القياده، فداخله بمشاكلك على العمل والضغط النفسي اللي فيه، الضغط النفسي هذا بحد ذاته احنا لما كيف ان احنا نزيله من حياتنا ونبدا حياتنا بايجابيه وبالذات في اول اليوم حنعرف مدى اهميه استخدام النقل العام، احنا بحد ذاتنا لما نجي نطلع من بيوتنا اول حساب نضرب له اللي هو حساب الوقت. اي أيوة والله المشوار قديش ياخذ والله، هذه اكبر مشكله. طب استاذه نهى، تكلمتي عن المسؤوليه تجاه النقل العام بشكل عام، لكن انت برايك بما انه اختاروك انت يعني تكوني سفيره مشروع الملك عبد العزيز، خليني اسالك ايش تتوقع ممكن تكون مسؤولياتنا الاجتماعيه احنا كافراد اتجاه هذا المشروع؟ مشروعي طبعا احنا تعرفين يعني مجتمعنا مجتمع مجالس بحكم عملنا، بحكم تواصلنا الاجتماعي على صفحات التواصل أو حتى في حياتنا العادية. صحيح. والروتينية، فإحنا بطريقتنا وبحوارنا إحنا نقدر نوصل الشيء هذا، يعني أنا لو بجلس مع أي وحدة، يعني أنا الآن جالسة أتكلم أقول لهم عندي مداخلة في سيدتي عن موضوع كذا، يقولوا لي مستحيل استخدم المترو، قلت لها عندك استعداد تاخذين 50 دقيقة في الطريق بدل من 15 دقيقة؟ سكتت. أستاذة نهى، أنا يعني أنا أقول لك هي هذه عن تجربة، وينس هم يجربوا المترو حيستغنوا عن سياراتهم، وأنا كنت كده في الإمارات يعني ما كنت أسوق سيارتي، كنت أروح كل خرجاتي بالمترو، وفعلا يعني أنا أقول لك ألف مبروك مرة ثانية وشكرا لهذه المداخلة. أنا أركب المترو. أيوة. أنا على نفسي أنا مستنيت وخلص بالسلامة. أوكي أنا قاعدة أفكر. أيوة صح، هو حيخلصنا من زحمة ومن مشاكل مرة كثير، لكن هي الفكرة أنا اللي قاعدة أفكر فيها، طب أنا وصلت محطة المترو اللي أنا أبغى أوصل لها، بعدين من محطة المترو مثلا لشغلي كيف حنتقل؟ في محطات في كل مكان اللي تكون قريبة. أيوة. وبعدين حمشي برجلي؟ لا يعني جربيها وحتعرفي يعني التفاصيل. المحطة ما يعني المحطة تكون في منطقة رئيسية. عرفتي؟ يعني مثلا بما اني هسوق السيارة، فسوق السيارة خليها جنب المحطة. يا رب لا المشكلة هم اختيارهم للمحطات بتكون جنب أماكن رئيسية تماما، هذا اللي بيصير. وبالعكس ترى لما تافلك أنت حتروح، وفي طبعا مستويات في المترو، في الجولد والكلاسيك والعادية أو اللي بتكون ايكونومي، بالعكس أنت بتروحي بتركبي في مكان نظيف، بتكوني بعيدة عن الزحمة،
الخدمه، مشوارك بيوصل، بتقدر تنجزي الكثير من اعمالك وانت في خلال المترو. صحيح. بالعكس ترى لها كثير من الاشياء الايجابيه وحتجربيها وتحبيها. خلاص اوكي. هو اصلا يعني معها حق نوع كمان من مسؤوليتنا، انا تسمحي لي بس اقول الجمله هذه، من مسؤوليتنا كافراد اتجاه المجتمع واتجاه مشروع زي كذا، لازم يكون عندنا وعي وثقافه كافيه انه هذا ترى لنا احنا، يعني أكيد. ما نخرفوا يعني ما نخربوا نخرفوا ما نخربوا بالرسمات اللي ما لا مستحيل، التعليقات اللي زي حقه تامر الله يهديه، يعني هذه الذكريات اللي عرفتي كيف، يعني بالعكس اوكي ذكرياتك حلوه في المترو احتفظ فيها لنفسك. انا اتوقع هذا المشروع راح يكون بمعايير جدا عاليه وحتكون فيه غرامات صارمه أحسن. وغير قابل لاي نوع من انواع الاتلاف وما الى ذلك. اتمنى والله ان شاء الله. طيب يعني نروح لخبرنا الثالث، حيث منحت الاداره العامه للمرور جامعه تبوك الترخيص النهائي لانشاء مدرسه لتعليم قياده المركبات للنساء، والذي يعد من الاول من نوعه في المملكه العربيه السعوديه. واكد مدير الاداره العامه للمرور العميد محمد البسامي انه سيتم ضم عناصر نسائيه للمرور في المستقبل. طبعا يعني احنا عارفين كيف الانجازات اللي يعني اتخذتها المرور مع جميع الجامعات، جامعه تبوك، جامعه الاميره نوره، الحمد لله يعني هذا انجاز بحد ذاته. وعشان نتكلم طبعا اكثر في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف ضيفنا المتحدث الرسمي لجامعه تبوك الدكتور سمير النجدي. استاذ سمير حياك الله. اهلا وسهلا دكتور سمير، كيف حالك؟ حياك الله. الحمد لله بخير. اولا لو تقول لي يعني عن المواصفات والخدمات اللي هتوفرها هذه المدرسه بما انها هتكون اول مدرسه رسميه لتعليم القياده للنساء في المملكه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. بدات الفكره بعقد شراكه بدايه مع اداره المرور حول انشاء المدرسه داخل حرم الجامعه. نعم. وقامت الجامعه بتقديم دراسه شامله ارسلت لاداره المرور، وضحت فيها تفاصيل المدرسة وكيف سيتم إنشاءها، وأنها لله الحمد ستكون بمواصفات عالمية تعكس في بيئة التطبيق الفعلي، بحيث أننا نستطيع بمشيئة الله تعالى داخل المدرسة تقديم تدريس نظري وعملي في نفس الوقت، بحيث أنه السيدة التي تلتحق بهذه المدرسة في المستقبل بمشيئة الله ستتخرج في الفترة المحددة التي ستحددها إدارة المرور، وهي تجيد القيادة بشكل جيد، سواء لم تسبق لها القيادة وما عندها خبرة، أو من السيدات أيضا اللي لهم خبرة وعندهم طريقة القيادة، لكن تعطى كل جزء يعطى حسب الاختبارات الموجودة. نعم. إذن يا دكتور سمير متى سيتم تدشين هذه المدرسة؟ طبعا كما تعلمون جميعا أن القرار السامي أحدد أنه بداية تطبيق الأنظمة المرور راح يكون في 10/10. نعم. سنة هذه السنة بإذن الله تعالى، وبمشيئة الله سيتم تدشين العمل في هذه المدرسة قبل هذا التاريخ، يعني خلنا نقول في نهاية شهر رمضان أو أوائل الربع الأول من شهر شعبان، بحيث أنه ما يبدأ تطبيق القرار إلا والمدرسة جاهزة. جميل. للتفعيل بمشيئة الله. جميل. طب هل ستوفر هذه المدرسة المواد التعليمية والتوعوية النظرية قبل العملية دكتور سمير؟ بكل تأكيد أختي الكريمة، أنه سيتم عمل في المدرسة على جانبين، جانب نظري وجانب عملي، والجانب النظري راح يكون فيه محاضرات نظرية تشرح تفاصيل المحددة من المرور، بحيث أنه يتم تقديم تدريب نظري وبعد ذلك تدريب عملي، وراح يكون أيضا في تأهيل توعوي بحيث معرفة جميع الأمور الخاصة بالقيادة واشتراطات القيادة واستخدام السيارات على الطرق. دكتور سمير، انت ذكرت قبل شوي انه في فتره محدده راح يعني يكون الدراسه او التدريب بمعنى اصح على لفتره محدده، فتره زمنيه محدده، وبعد كده يتم اخذ الرخصه بناء على هذه الفتره. لو تقول لي ايش هي هذه المده الزمنيه، لانه هيكون في اختبار نظري وعملي وغير التوعوي. تفضل. سبق ان اداره المرور حددت بعض التحديدات والشروطات الاساسيه. نعم. للحصول على الرخصه لمن له خبرة سابقة يكون 90 يوم تقريبا، ماني متأكد من المعلومة، ومن ليس لديه خبرة 90 ساعة آسف. ومن ليس لديه خبرة في محدد طبعا شرائح للتدريب، طبعا هذه كلها من إدارة المرور. الجامعة سيكون دورها فقط اللي هو إنشاء المدرسة والمساعدة في هذه الأمور، وإدارة المرور لديها التفاصيل وسيعلن عنها بشكل أكثر، مع أنها أعلنت سابقا ولكن سيعلن عنها بشكل أكثر
بالتفاصيل بمشيئة الله تعالى. جميل. دكتور سمير لو تكلمني أكثر عن الكوادر اللي أنتوا حتسخروها وتهيئوها لتعليم الفتيات القيادة، من ناحية مدربات، من ناحية مشرفات، كيف حتبدأوا الإجراءات في تحضير هذه الكوادر؟ هذه الإجراءات أخت الكريمة سيتم التنسيق فيها بين الجامعة وبين إدارة المرور. نعم. طبعا الجامعة ستكون الجهة الحاضنة للمدرسة في حرم الجامعة، موجود عندنا حرم الجامعة في مساحة كبيرة، وستنشأ المدرسة بنفس مشيئة الله تعالى، وسيتم التنسيق مع إدارة المرور حول التدريبات وحول المدربات وحول المعلمين الذين سيقدمون أو المعلمات سيقدمون التدريب العملي والنظري والتجهيزات للمدارس داخل المدرسة. طبعا أرسلت دراسة متكاملة لإدارة المرور على أساسها تم منح الرخصة. في البداية كانت تسجيل عقد الشراكة أن الجامعة وإدارة المرور، جامعة تبوك إدارة المرور، يرغبون في إنشاء مدرسة لتدريس القيادة للمرأة، وبعد ذلك تم إرسال دراسة متكاملة فيها جميع التفاصيل لإدارة المرور، وعلى أساسها إدارة المرور قامت بمنح الجامعة الرخصة لإنشاء هذه المدرسة. تفاصيل كثيرة موجودة ولكن لا يسعف الوقت لذكرها حاليا. من الأشياء اللي الجامعة بدأت تعمل بها طبعا مثل كثير من الإدارات الحكومية والجامعات، اللي هو بدأ توفير مواقف لأعضاء التدريس من السيدات، ومواقف للطالبات في حرم الجامعة في أماكن موجودة الجامعة، وهذا بمشيئة الله تعالى تنطبق مع رؤية المملكة ومع القرار السامي بالسماح للسيدات بالقيادة في 10/10 إن شاء الله. طيب الدكتور سمير النجدي المتحدث الرسمي لجامعة تبوك، شكرا لك على هذه المداخلة. وفي ذات السياق، إيش قالت شرطة دبي؟ شرطة دبي قالت بأن قائدات المركبات السعوديات هما في المركز الأول لقيادتهن السيارات دون مخالفة. طبعا يعني هذا شيء جدا جميل انه يقولوا انه عندنا في السعوديات بيلتزموا بالقواعد المروريه والقوانين المروريه، وطبعا جدا محافظات على سلامتهن، وكمان يعني هاي طبعا الدراسه كانت قائمه على جميع الجنسيات اللي كانوا بيقودوا السيارات. فازت فيها السعوديه بالمركز المركز الاول. هذه بشرة خير. دبي قلت لهم انك اخذتي مخالفه؟ بصراحة لا. ليش؟ لأني ما كنت أسوق. ما كنت أسوق، يعني أنا بالنسبة لي كنت جدا أعتمد على المواصلات العامة بشتى أنواعها، وما كنت حاسة أنه أنا متعطلة، ولهذا السبب يعني عندي الرخصة بس ما كنت أسوق، ما كنت أحس أن أنا أحتاج. كان قلبك حاسة أنك كنت أخذت الرخصة عشان تجي عشان أختصر الحصص هنا، عرفت كيف؟ بدل ما أخذ 40 أو 90 ساعة لا أخذها النص. قولي لي عبير، صراحة شيء مرة حلو. هي أخذ الرخصة وما بتسوق، غيرك بيسوق بدون رخصة. الله لا، هذه مخالفة صريحة للقانون. أيوة. وأنا مع النظام دائما. في عيونهم علينا. خليهم بس، أهم شيء أنه أنتم مبسوطين مننا شرطة دبي. الحمد لله، مرة شكرا لهذا الاختبار أساسا نسوه. مشاهدينا نطلع فاصل. استيقظت الصباح ووجدت تجاعيدا تملأ يديك التي لطالما كانت هاجسا لك، وسعيت جاهدا للحفاظ عليها والابتعاد عن غسيل الصحون والتنظيف. لحسن حظنا أننا في عصر لا يسمح لك فقط بإخفاء التجاعيد، بل أيضا أصبح بإمكانك تغيير شكلك كليا. التجاعيد شبح تخاف منه كل النساء. لنتعرف سيدتي كيف نقاوم شيخوخة اليدين. تقدري تتجنبي شيخوخة اليدين؟ معنا في الاستوديو الدكتور جمال جمعة يحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. أهلا بك دكتور جمال. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور يعني. جمال يعني أنا خلاص يعني أنا ما اعتبرتك من أصحاب البيت، أنا بشوف بعد كده أنه أنت يعني ترحب بنفسك وتشتغل كل شيء بنفسك، خلاص أنت معنا. أيوه. زي دكتورة ريما. أنا ممكن أنه أسوي برنامج لحالي. أوكي. تأكل علينا الجو يا دكتور. دكتور كيف ممكن المرأة تحافظ على يدها، خصوصا أنه في الآن تقنيات كثير جديدة طالعة، أنه ممكن صار في حقن فيلر، حقن بوتوكس، كيف
بعيدا عن الإجراءات دي، كيف هي ممكن من غير ما تلجأ لتحافظ على يدينها؟ والله طبعا هي اليدين الجزء اللي في الجسم اللي يفضح اي واحده، ممكن تكون سوت عمليه في الوجه مثلا، اذا تشوفي واحده وجهها لسه محافظ على الشباب وممتلئ وكل شيء ومشدود، لكن ما تقدر تخمني هي عملت ما عملت كم عمرها، لكن لما تطالع في يدينها اليدين هي اللي تفضح أشوف. الشكل لا ما في ما طيب ورونا في الكاميرا، خلينا نشوف اجمل يدين عندنا في الاستوديو نشوف. لا هي مظبطه امس راح وانت يدينك انا يديني طبيعيه لا طبيعيه طبعا لا اجمل يدين في الاستوديو يمكن موجوده عندي ايش حتو انت اول قلت حتو الله يرضى عليك طلع لي يد هذه اليد طبعا ايش هذه اليد هذه هذا اليد اليوم كان عندي عملية قص يد فجبت لكم لا حقيقي يا دكتور لا هذه يد خشبية طيب اي فاليد لابد انه تكون ممتلئة شوي ويكون العروق ولا الاوتار ما تكون واضحة تماما اللي بيحصل مع التقدم في العمر انه المسافة اللي ما بين العروق هذه الفراغات بتبان اوضح ليش لانه من فقدان الوزن او من التغييرات اللي بتحصل في الجسم تذوب الدهون هذه اللي موجوده بين الاوتار فتظهر الاصابع واضحه وبعدين الخطوط هذه اللي موجوده على المفاصل بتبان واضحه فهذا اللي بيفضح اليد وبيفضح عمليات التجميل وبيفضح الشخص إذا كان مسوي عملية تجميل ولا لا فبالتالي نحن لما نعمل عمليات التجميل لابد أنه أول شيء ننصح المريضة بأنه تتبع بعض التعليمات المهمة للمحافظة على اليدين أول شيء وأهم شيء هذا اللي قدامكم الموية شرب السوائل شرب السوائل مهم جدا علشان يحافظ على اللي يسموه الهايدريشن على الرطوبة في الجلد وتحافظ على انه الجلد نفسه يكون ممتلئ وما يكون في جفاف وهذه مهمة جدا الحاجة الثانية انه التعرض للشمس لانه هذه المنطقة بالذات تتعرض للشمس اكثر من اي جهة ثانية في الجسم دائما مكشوفة ودائما معرضة للشمس او للنور الابيض احيانا النور الابيض له تاثير زي تاثير الشمس يعني اي ضوء سواء كان صناعي او طبيعي ايوه جميل فلا بد انه الواحد يحافظ عليه انه يتجنب التعرض للشمس بصفه كبيره اللي بيحصل كمان مع الشمس انه بيحصل تصبغات فتلقى بعض كبار السن في تصبغات في اليد في بعض المشاكل اللي بتظهر او زي النمش احيانا او زي النمش زي الكلف كده بيطلع في ظاهر اليد طبعا هذه كلها لها علاجات ممكن طبيب التجميل او جراح التجميل انه قبل نخش على علاجات التجميل يا دكتور التجميل أيوة. ست البيت الغلبانه اللي تكرف طبخ وتكرف غسيل مواعين وغسيل ملابس هذه ايش تسوي وين هذه موجوده ما ادري موجوده والله موجوده لا والله كثير فيه فيه لسه ما زالوا كثير فيه يعني موجودين بس عندي في البيت لا يعني انا اقصد انه يعني مثلا خلينا نتكلم على انه مثلا السيده ربة المنزل هذه لانه بيكون الشغل في البيت غير الشغل في البيت يمكن فيه عذاب اكثر بتتعرض اكثر للفرن حراره الفرن بتتعرض لمويه 24 ساعه كل شويه بتغسل الطفل بتغسل مواعين بتغسل ملابس أيه. في عوامل خارجيه كثير تاثر على بشرتها بس الخلطه في البيت تعصر ليمونه طبعا هو التعرض للمواد الكيميائيه الخارجيه بتاثر على سطح البشره وبياثر على اليدين طبعا الاستخدام المرهق لليدين في الاعمال الشاقه زمان اول كانوا بيغسلوا بيدينهم صح كانوا بيشتغلوا مثلا خارج البيت فكانت الايادي بتبان كانها معضله يعني نسبه الدهون اللي فيها تكون ضعيفه جدا وبعدين ملمس اليد من الخارج ومن الداخل يعني راحه اليدين كمان مهمه صحيح بطن اليد لانه لما تكون فيها خشونه ولما تكون فيها ممكن تتشقق بسرعه وبسهوله فالعمل المنزلي بالنسبة لربة البيت نعم ممكن يكون واحد من الأسباب خاصة إذا استعملت كيماويات ولا إذا
استخدمتها بطريقة قوية، يعني بطريقة ميكانيكية قوية. عشان كذا بننصح أنه مثلا لما تشتغل في البيت، تشتغل في البيت لما تغسل الصحون ولا لما تعمل تلبس الجلافز، هذه لحماية سطح البشرة وحماية الجلد من أنه يتعرض للمواد الكيميائية. أو ترطب مثلا، ممكن ترطب دايب، هذه من الإجراءات الوقائية والإجراءات العلاجية. استخدامات الكريمات المرطبة اللي يمتصها الجلد، الكريمات المرطبة نوعين، في شيء فيه له دهون مثلا زي الفازلين، الجسم ما يمتصه، هذا يبقى على سطح البشرة. لكن في أنواع اللي يسموها الهايدريتينج لوشنز، هذه الجلد يمتصها بسرعة. يعني إحنا المفروض نستخدم أي اللي الجسم يمتصها، بيسموه بالإنجليزي هايدروفيلك، وهذا يعني له قابلية أنه الجسم يمتصه بسهولة وبكل راحة. طيب دكتور جمال، قبل ما تقول لنا إيش هي آخر التقنيات في علاج شيخوخة اليد، أبغى أعرف في البداية إيش هي العلاجات الكلاسيكية أو التقليدية اللي كانت بتقوم بهذا الدور؟ العلاجات ما كانت سطحية، ما كان في شيء يتجاوز أنه العناية بسطح الجلد باستخدام أي زيوت ولا كريمات خارجية، هذا كان العلاج المتداول والمتعارف عليه. لكن الآن أصبحنا وصلنا مرحلة ثانية، أنه تجاوزنا سطح الجلد ودخلنا إلى أسفل الجلد وتحت الجلد، ديب سكان بزيادة. أيوة. ففي علاجات متعددة لعلاج الجلد من الداخل، أولها وأهمها استخدام أو الإبر اللي ترطب طبقة الأدمة وطبقة الداخلية من الجلد، هذه في اللي يسموه هايلورونيك أسيد. بس الهايلورونيك أسيد في نوعين، في النوع الخفيف اللي ممكن أنه الأنسجة تمتصه، وهذا اللي ممكن استخدامه في الحالات هذه. وبعدين الحاجة اللي بنعملها أكثر شيء في عمليات التجميل اللي هو حقن الدهون في اليدين، وهذه عملية آمنة وتجرى خلال نص ساعة. ممكن أنه ظاهر اليد ممكن من الأصابع بس مو من، في بعض الناس بيبدأوا من هنا إلى هنا، يقول لك لا نحن ما نقدر نبدأ من هنا إلى هنا علشان نقدر نعبيها، فبيقولوا شلي الجلد الزايدة في المفاصل. أيوة. هذه إيش فكرتها؟ ليش هذه موجودة؟ عشان لما نتني. أي ما شاء الله عليك، هذه عليك نديها نجمة. أيوة. تاني نجمة لي معك. نجمتين. نجمتين ما شاء الله. فهذه علشان ثانية الجلد. لما تثني المفاصل فتقدر تثنيها بسهولة. فيقول لك لا شيلها، بعضهم يطلب منا أننا نشيلها بعملية، لكن هذا طبيعي أنه يكون موجود، فحرام أننا نشيله ما نقدر نشيله. طب دكتور، برضو في كريمات منتشرة في الأسواق اللي هي أنتي إيج خاصة باليد، هذه مو فعالة؟ الأنتي إيجينج اللي فيها أفضل شيء اللي فيه له فيتامين سي، واللي يحتوي على فيتامين سي، هي أنتي إيجينج يعني بتساعد على بناء الكولاجين اللي هو أهم شيء، أهم مكوناته فيتامين سي، كلها طبعا عوامل مساعدة. بس هذه يبالها وقت، يبالها استمرارية، يبالها الوحدة لما تبدأ تستعملها بشكل دائم وبشكل دوري علشان تطلع النتيجة. أنا مع الشورت واي دائما وأبدا، يعني أنا ما يعني ما حسوي شيء وأقعد طول عمري أسويه عشان أقول إجراء وقائي، أنا مع العمليات ونخلص. لا ما شاء الله، أنت أنا عارفك راعي حلول جذرية. بالضبط. طيب الدكتور جمال حنكمل معك مشاهدينا، فاصل ورجعين. تعالي نجمة. طبعا جناكم مشاهدينا مع دكتور جمال جمعة، وكيف تحافظين على شيخوخة اليدين. دكتور جمال، قلنا قبل الفاصل انه في ناس بتطلب انه هي تقص الجلد اللي على المفصل. أيوة. على اساس انه ما تحب الكرمشري. نعم. طيب لما ينقص هذا الجلد اللي على المفصل، هل يتم ثني اليدين بشكل مريح، بشكل زي ما احنا الحمد لله بنقدر طبيعي؟ هو في الواقع لما نقص الجلد اللي فوق المفصل، المفصل ما حيكون سهل انه يتحرك. هذا اذا قصيناه، لانه ما حتلاقي دكتور، وما حتلاقي دكتور حيقص لك اياه، الا اذا مثلا واحده راح من وزنها كميه كبيره جدا والجلد صحيح جدا مرتخي. لانه في بعض الامراض بتسبب
يسموها كوتس لاكسة كونجنتا، ممكن أنه الجلد يكون أكبر من اللازم عن حجم الأنسجة اللي تحته، فوقتها ممكن أنه ينشال بعملية جراحية، وعادة ممكن يتعمل تخدير موضعي، وفي هذه الحالات ما يأثر على حركة اليد. ما يأثر وقتها على حركة اليد. طب يعني أغلب الدكاترة زي ما قلت بيرفضوا هذه العملية، بيرفضوا يقصوا الجلد، نعم، بس انه تجميل سطح الجلد نعم يعملوا. طيب دكتور جمال، يعني كنا بنتكلم قبل الفاصل عن طريقه يعني حمايه اليد من الشيخوخه وطرق العلاج لها، وذكرت عن طريق حقن الدهون الذاتيه. خليني اسالك عن طبيعه السكن لكل السيدات او الاعمار اللي ممكن يقوموا بعمليه حقن الدهون. هم اللي انتشر في الفترة الأخيرة أنه عمل عمليات حقن الدهون في صغار السن، مو بس حقن الدهون، صغار السن عفوا يعني كم تبدأ أعمارهم؟ سن الزواج. أوكي. هذول اللي مثلا في العشرينات اللي لسه ما طلعت لهم. أيوة. وقت متى؟ وقت أي. الخطوبة. أي ليش يعملوها؟ عشان الصورة تطلع حلوة. علشان الصورة تطلع حلوة، لأنه الوحدة في مجتمعنا يمكن صعب أنها تطلع وجهها. أي. فتبين الدبلة، تبين الخمسة ستة كاروت الماسة كذا بيطلع. صحيح. بيعملوا عمليات تجميل اليدين أثناء الفترة دي، يعني هذا اللي بنلاحظه. بس عشان صورتها على السوشيال ميديا تطلع وهي لابسة دبلة بالخاتم السوليتير بشكل حلو. أيوة. هذه واحدة من العينات، يعني واحدة من الأسباب اللي بتخلي. واحدة من الأسباب. وبعدين في الأسباب الثانية اللي هم اللي في منتصف العمر، ولا اللي في عمر متأخر شوية، ولا اللي نقصت أوزانهم بشكل كبير جدا. بتعرف عملية المعدة الآن خلت الأشخاص. صلابة لعب في الناس. صحيح. أي نعم. مع أنه في فيها طرق ثانية غير العملية التخسيس. ايش؟ طيب والفيلر عادي ممكن برضه نحجم فيلر غير الدهون. طب اللي مثلا برضه نرجع نسال اللي ما عندها دهون ذاتيه كانت مره نحيفه، ممكن انك انت تعبي لها يدينها مثلا بفيلر؟ اي ممكن في انواع من الفيلر ممكن تنحجم في اليد. في نوع اللي هم اللي اسمه الهايلورونيك اسيد طبعا هذا امن جدا وبيستخدم بكثره، بس يمكن يبغى له الهايلورونيك اسيد الثقيل. في ثقيل وسط وخفيف. لانك انت في واحد للترطيب. ايوه، ففي نوع للترطيب وهذا جدا خفيف. وبتعمل حتى احيانا بالرولر على سطح بالديرما رولر على سطح الجلد. دكتور جمال. دكتور جمال. لكن في نوع ثاني اسمه كالسيوم هيدروكسي ابيتايت، برضه ما هو هالورونيك اسيد لكن برضه يستخدم لليدين وكويس جدا للموضوع ده. طيب تمام. اسالك. اي تفضلي. اوكي. الحين احنا قلنا في سن معين على اساس نبدا نحقن ولا لا؟ مو سن معين، يعني وضعية معينة مثلا كل واحدة تختلف عن الثانية. في متطلبات معينة. صحيح. أيوة. طب خليك صريح معايا في دي يا دكتور. أيوة. البشرة السمراء تختلف عن البشرة البيضاء في التجاعيد، صح ولا لا؟ صح نعم. ثالث نجمة؟ البشرة السمراء تختلف، بس إذا عشان تأخذي ثالث نجمة. لا بس لا. مين يجيهم التجاعيد؟ التجاعيد عند البيض أكثر. ايوه هات نجوتي. لا والله لازم أسوي لي لوحة عندك يا دكتور جمال. أيوة. فأنا احنا اليوم عندنا تشكيلة ما بين السمر والبيض، صح؟ درجة. لا هنا وسط وهنا وهنا غامق وهنا فاتح. وهنا فاتح. فخلينا نشوف مين فيكم اللي عنده تجاعيد. لا الحمد لله، يعني بشرة. كلنا الحمد لله دكتور احنا ما عندنا، يعني احنا اعمارنا متقاربة، بس هي الفكرة انه بشكل عام التجاعيد بيقولوا لنا في الكنترول مدوا يدكم. الفكرة العامة انه قصدي فيها انه السمر بطبيعتهم الجلد يترهل عندهم ابطأ، صح؟ هو ابطأ ولا بيكون متأخر؟ هو علميا الجلد يتصنف الى 6 درجات. نعم. من الدرجة الاولى اللي هم بيض وشقر وعيون زرق، ولما يقعدوا في الشمس ربع ساعة ينحرقوا. ساتر. هذولي اي هذولي ما الله يعينهم. وبعدين عندك التايب 6 اللي مثلا اللي نفس لون البشره دي لكنهم في مثلا خط الاستواء وعايشين في الشمس طول الوقت وفي افريقيا، هذه البشره السمراء جدا جدا، هذول تايب 6. عندنا بالسعوديه تايب 4 وتايب 5 هم المنتشرين، ما عندنا تايب 6 بدرجه كبيره. انت مثلا عندك تايب 4 تايب 5 4 ونص. ايوه. انت تايب 3، انت يمكن تايب 2. فهذه درجات، كل ما زادت الدرجة كل ما قلت التجاعيد. كل ما قلت الدرجة كل ما زادت التجاعيد، تناسب عكسي.
فاللي عندها بشرة سمراء هي محظوظة أنه ما بتجيها التجاعيد. اللي عندهم بشرة بيضاء طبعا بيتعرضوا للتجاعيد بشكل أكبر. والمصيبة كمان أنهم بيتعرضوا للشمس أكثر. الشمس بتسبب التجاعيد. والنمش، النمش دكتور يعني هذه فعلا من أكثر الأشياء اللي ممكن تواجه ذوات البشرة البيضاء، انه على طول اي ضربه شمس او اي طلعه في الشمس على طول يعني مو زي الصور بيسمروا بينمشوا على طول. ايوه بيطلع لهم فيهم نمش. هذول مثلا تايب 2 ولا تايب 1 من الناس اللي بيطلع لهم نمش، خاصه في الوجه، لكن في اليدين بيطلع كمان بدرجه اقل من الوجه. التغيرات السطحيه نعم بتحصل. طيب بعد ما حقنت الفيلر او الدهون الذاتيه زي ما انت تكرمت وقلت، قديش ممكن تجلس في يدي وإيش ممكن أسوي عشان أحافظ عليها أطول فترة ممكنة؟ هو طبعا قديش تجلس هذه بيعتمد على ظروف الاستخدام اليدين. إذا كانك أنت بس استخدام مكتبي ممكن تستمر ممكن حدود 4 شهور. وعد كمان في اليد، تخيل مثلا أكون عاملة أقوم أقول لهم ما أبغى أشيل، ما أبغى أحط، ما أبغى أعمل، ما أبغى أكل، ما أبغى أكل، ما أبغى أشرب. الله لا يحوجنا. دكتور جمال أنت كنت طالب شيء؟ أيوة طالب أشوف يديكم كلكم. أنت حاملة منيكير وبديكير تفضل بيدينا. لا ما نبغى رجول بس اليدين. لا هي مسوي يدها ما شاء الله. أوكي خلاص الكل عارف أن أنا عاملة بديكير وبديكير. أشوف كده أشوف. تفضل. مين أجمل يد؟ خلاص ما هو أنا خلاص. هنا هذه. لا يعني لا اليد الصحية يعني خلينا نتكلم عن اليد الصحية. دكتور ترى أنا يعني دكتور رجاء بس خوفي عين الاعتبار إنه أنا كنت مرة سمينة ونحفت عشان كده الجلد عندي فوق المفصل. بس لا أنت مثلا ما بتشربي سوائل كثير؟ والله أكثر أشرب مويه يعني. وبتعرضي نفسك تعرضي يدينك للمواد الكيماوية ولا شيء بشكل دائم؟ أنت ما شاء الله محافظة ويدينك ما شاء الله يحتاج لها شوية فيلر هنا عشان تتعبى. أنت نحيفة زيادة عن اللزوم وظاهر على يدينك يعني النحفة يبغالك تعبى دهون في اليدين علشان تتعبى وتشكل مناسب، لكنها جدا كويسة. بس يبغالك وين السوليتير حقك ولا وين لا على التلفزيون ما أحب ألبس أنا دكتور يعني بعدين يعني الهاندز أورد تروح لمين؟ الهاندز أورد أعتقد للكاميرا مان ما شاء الله كان عنده تشالنج. مش حاله الكاميرا مان؟ ما شفت أنا والله. لا دكتور أنا والله بشرب موية. دكتور أنت ليه بتقول لي ما بتشربش موية؟ أنا بشرب موية كثير. هي يدك ناشفة يعني فأنت يمكن ما حطيت كريم، دنيا برد طبيعي. بالعكس هو المفروض في وقت البرد تستعمل الكريمات. مو نسي أيوه بتسبب تشققات في الجلد. انا والله لو اعرف ان دكتور جمال معانا اليوم كان ضبطت يدي امس وسويت مناكير وبديكير. بس في ناس كذا سبحان الله ربهم حاسسهم نغزوا. لا هذه خلقه ايوه هذا مناكير ترى هذا سبحان الله اظافيرها. لا احنا ما بنتكلم على اظافر، نتكلم على سطح الكف يعني. ابغى اشوف الجائزه. طيب ايش رايك يا دكتور يعني مين؟ انا بالنسبه لي بصراحه احب الفراغات واحس انه هي نوع من علامات الجمال تبين انه الانسان نحيف. ايوه يعني في بتبين الرشاقه وكل حاجه. بس هو أنا عشان برضو زي كذا انه عشان انه انا نحيفه مره فاحس انه بصراحه دكتور انا اقول لك حاجه يعني انا غزل اعرفها من 3-4 سنوات بس انا احب يدها دائما اثني على يدها اقول لها يدك انت من نوع الناس النحاف اللي يدك تعجبني. في ناس نحاف مره يعني نو اوفنس نهائيا انا خارج لا لا نهائيا لا انت يدك تعتبر كويسه. في ناس مره نحاف يدهم بتطلع صح. يعني كانه بتبينهم كبار في السن فحرام يعني. وفي بعض الناس عشان يخفوا مشكله في اليدين يقوموا يلبسوا مجوهرات كثير. بالعكس هذه تلفت النظر اكثر. شايف لما تسالني فين السلتير انا ما البس عشان ما تلفت النظر. هتدينا الجائزة ولا فازت وايش هي الجائزة؟ جائزة مين اللي عرض الجائزة؟ انت قلت في جائزة. قلت في جائزة قاعد يدور في جيوبه يا جماعة. ايفون. يعني دكتور جمال دائما ما تكون الفقرة معاك ممتعة ومفيدة فعلا. شكرا دائما لتواجدك معنا. اهلا وسهلا. انا لي 3 نجمات ما انساها عشان الاسبوع الجاي ان شاء الله. خلي مسابقة في 3 نجمات واحدة عندها. انا اشتغل فيكم. شوف حالنا ما تشيلي هم. شفتوا كيف؟ مشاهدينا نطلع فاصل. تغيب عني بتوحشني ماليش غيرك حبيب قلبي يا أحلى ملاك.
يمكن من كمية الدخان اللي مغطي الشاشة تعتقدوا إنه رح نحكي عن الطقس وموجة الغبار أو عن الحرائق، لكن لا هذا ولا هذا، الموضوع مختلف تماماً. التائبين من الدخان قرروا يصنعوا لنفسهم آلة تساعدهم في هالمرحلة، لكن الظاهر أن الوضع من سيء الأسوأ. الجلسة مع أصحاب الشيشة الإلكترونية، عفواً أنا ما أضمن لك تكون شايفهم أو حتى شايف حالك معهم، أنت ممكن حتى تضيع من نفسك. حد شاب بقى جدعان. كمية الدخان المتصاعد منها قادر أنه يطردك من المكان، الأمر صاير أشبه بفوهات المصانع فعلياً. إيش خطرها؟ وهل هي مثل ما يدعي المقنعين عن الدخان أنها وسيلة مساعدة؟ والأهم من هذا، إيش هو رأي المختصين في الظاهرة هذه؟ وسنة سعيدة عليكم يا رب. شكرا نداد على هذا التقرير الجميل، صراحة المضحك الممكن يقدر نسميه. يعني الشيشة الإلكترونية ما لها وما عليها، أبخرة متصاعدة ورؤية أفقية شبه معدومة، من جد ما شفنا. دكتور النشمي العنزي استشاري صدرية وربو، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا دكتور. أنت بداية دكتور، يعني شفت معنا التقرير وشفت كيف كمية البخار وقديه يعني بيسوي غيمة، يعني الواحد يخاف تمطر بعد شوية. بس أنا أقول لك دكتور، لو جينا نسأل عن الفرق بين الشيشة الإلكترونية كبداية والشيشة العادية. أوكي طبعاً، من ناحية طبعاً الخطورة. الخطورة أكيد، حنا هنا نبغى نختصر ونخلي فعلاً الإجابات مختصرة للسادة المشاهدين ومبسطة بنفس الوقت. طبعاً كمدخل للمسألة هذه، التعريف مهم جداً. الفرق بين الشيشة الإلكترونية والشيشة العادية، الشيشة الإلكترونية طبعاً فيها ميزة واحدة فقط عن الشيشة العادية، الشيشة العادية فيها عملية احتراق، وعملية الاحتراق هذه تتم عن طريق مادة حرارية تسبب الدخان اللي يطلع من الشيشة. لكن في الشيشة الإلكترونية أو السيجارة الإلكترونية هي عبارة هي عبارة عن حيز مقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول يعتبر شاحن، القسم الثاني طبعا ممكن أخذ القلم هذا، القسم الأول اللي 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 في بداية الشيشة أو السيجارة يعتبر شاحن، أوكي. القسم الأوسط هو عبارة عن مادة أو عبارة عن شاحن أو المادة الفعالة في السيجارة أو الشيشة الإلكترونية. الغرفة الأخيرة هي تعتبر حاوية للنيكوتين. والنكهات اللي توضع فيها الشيشة أو السيجارة. فكيف تصير الغيمة اللي قلتي عليها قبل شوية؟ الغيمة هذه تعتبر نوصل الشبكة الكهربائية في السيجارة والشيشة، فيصير عملية تبخير وليس احتراق. عملية تبخير وليس احتراق للشيشة الإلكترونية، فبالتالي يكون الدخان كميته أكبر من الشيشة العادية. طب معلش عشان بس أكون معك في نفس الخط، المخاطر الأكبر تكون في عملية الاحتراق ولا في عملية التبخير؟ ممتاز، هذا هو السؤال الجوهري في الحلقة هذه. طبعا كلنا نعرف أنه الدخان هو عبارة عن خليط من ثلاث أجزاء، الدخان اللي نشوفه أي دخان في العالم. الجزء الأول أو الخليط الأول هو عبارة عن احتراق التبغ من المادة الحرارة نفسها، هذا دخان لوحده اللي هو اللي سبب الاحتراق. الدخان الثاني هو الدخان المنبعث من المدخن، والنوع الثالث هو خليط من الأنواع الثلاثة هذه. هذه في ثلاث أنواع من الدخان في الشيشة العادية، بينما الشيشة الإلكترونية يوجد دخان واحد فقط اللي هو عبارة عن البخار هذا. أي. طبعاً نجي بعدين للمسألة منه الأخطر و... هما الاثنين طبعاً خطيرين. أكيد الاثنين خطيرين. أشد خطورة على الإنسان. مين اللي أشد خطورة؟ طيب أوكي، طبعاً الأشد خطورة
بسبب الاحتراق الآن إلى الآن، طبعا احنا في 2016 في دراسات كثيرة الآن قائمة في فحص مسألة الاحتراق فقط يعني، أو مسألة التسخين نفسه يعني. الآن الدراسات اللي قائمة على الشيشة الإلكترونية ما كانت قائمة على نوعية أو الدخان أو بداية البخار اللي طالع من السيجارة. يعني مثلا خليني أعطيكم مثال، في 2014 أو 2004 طبعا بداية الشيشة الإلكترونية، إذا سمحتوا لي بس أعطيكم أقل من دقيقة. 2003 2004 بدأت الشيشة الإلكترونية. في 2006 سوق لها بشكل عجيب، إنه ما فيها أي مخاطر. فين هذا 2006؟ بالعكس إذا أيوة. تبغى توقف دخان فعليك بالشيشة الإلكترونية أو الدخان سيجارة إلكترونية. كان فن صراحة يعني، كان التسويق في ذاك الوقت أشبع رغبات المدخنين بشكل عجيب في 2006. 2007 صرح لها في بهيئة الصحة العالمية. تخيلوا في 2017 اكتشفوا مادة ما كانت موجودة من أول في الشيشة الإلكترونية والسيجارة الإلكترونية، وهذه المادة تعتبر مادة خطيرة جدا، هي الفورمالديهايد، وتعتبر مادة مسرطنة. فهذه تخوف يعني. احنا الآن نقول بجهة أنه الشيشة العادية أكثر خطورة بسبب الاحتراق، الشيشة الإلكترونية ما فيها احتراق أقل خطورة بس في مواد مسرطنة. فهذه طبعا يعني دكتور احنا نعرف انه الشيشة الإلكترونية او السيجارة الإلكترونية تعتبر عمرها قصير مقابل السيجارة التقليدية العادية، وما نعرف لسه للآن في دراسات قائمة عليها زي ما تفضلت حضرتك وقلت هي بادئة من 2006 او من 2007، وبعد 10 سنوات اكتشفوا انه فيها مادة مسرطنة. اذا ليش الناس بتقبل عليها ولسه الدراسات فيها مو كافية؟ هل مثلا انه التسويق ليه دور؟ اوكي بالضبط. طبعا هي بوابة، المسوقين خلوها زي البوابة، بوابة للخروج من التدخين. الأوساط العلمية أو المجتمعات العلمية تقول إنها بوابة للدخول. صحيح، أنا أشوفها بوابة للدخول. بوابة للدخول، فهذه إشكالية كبيرة. وهي مأزق أخلاقي بنفس الوقت، إنه الآن شركات التسويق للأسف جالسة تسوق للشيشة الإلكترونية بشكل معليش على المصطلح هذا غير أخلاقي حقيقة. وهذا للأسف ممكن ينشئ جيل جديد يعتبر هذه الشيشة الإلكترونية والسيجارة الإلكترونية شيء عادي. ممكن الواحد الأب يجي في البيت ويرميها على طاولة الطعام، يجي ابنه يأخذها بعده. فهذا اللي نخاف منه، يجينا جيل مدخن بشكل يعني مش عادة، يصير شكل روتيني يومي للأسف. طب دكتور الدخان اللي صادر من الشيشة الإلكترونية مضر زي الدخان اللي صادر من الشيشة العادية أو من السجائر العادية؟ نفس الضرر حول الناس؟ إيه؟ طبعا ممكن السؤال إنه هو طبعا مضر، أكيد مضر بسبب إنه يتكون من مادتين اللي هي الجلايكون والجلايسرين. الجلايسرين طبعا إحنا ما نبغى نتكلم الآن في مادة الفورمالديهايد واللي هي فعلا خطيرة جدا. وهل ما زالوا الآن مصممين إنهم يصنعوها بالفورمالديهايد بالرغم إنه إنهم عرفوا إنه هي مادة محظورة؟ للأسف إنه في دراسات، تعرفون يعني الشركات الآن تطلع دراسات كل يوم، دراسات جديدة، في دراسات تدعم انها تعتبر بديل صحي، وما والفورمالديهايد هذه ليست ناتجه من فليفر معين فقط وليس من جميع النكهات. اوكي بينما الدراسات القائمه الان كلها تبحث عن بالتفصيل يعني، وهذا فعلا احنا ننتظر الان. ما في أي جهة تقدر تعطي قرار قاطع بأنها أفضل من التدخين، لكن القرار القاطع اللي أقدر أنا أقوله الآن في هالمكان إنها مهم، هي أفضل للي يبغى يترك التدخين وليس كبديل يعني، وليس يعني يجربها، لا، اللي يبغى يترك التدخين تعتبر خيار ممتاز للشخص اللي دكتور نشمي. لكن هنا يعني انت وضحت انه الماده المسرطنه موجوده في الطعم، الفليفر نفسه اللي موجود في الشيشه او التبغ اللي موجود في الشيشه في السيجاره الالكترونيه، مش في طريقه تصنيع الشيشه نفسها. لا، هو موجود في المواد الان، الزيت اللي موجود، السائل اللي بيستخدموه ينتج عنه الماده هذه الفورمالديهايد. هل هناك بديل طيب لهذا السائل؟ هم طبعا هنا هذه المشكله الان، الشركات جالسه تصنع 400 نوع.
والآن نحتاج الدراسات، للأسف نحتاج دراسات على كل نوع الآن، وعملية الاحتراق لكل نوع نتأكد منه أنه هل يخرج هالمادة الخطيرة هذه طيب أو لا. طيب إذن دكتور، يعني إحنا نعرف ما إحنا حاليا، ما أبغى أتكلم عن الشخص المدخن، أبغى أتكلم على التدخين السلبي اللي الناس الجالسين أو المحيطين بالمدخن، هل لها نفس التأثير اللي هو التدخين التقليدي الناتج عن الاحتراق هو نفسه التأثير السلبي للسيجارة الإلكترونية؟ أنا أقول كلمة واحدة. أي. نعم. نعم. بس. نعم. طب دكتور، إحنا عارفين خطورة التدخين على الأطفال. طيب. بالضبط. إحنا زي ما أنت ذكرت في بداية الفقرة هذه إنه هو يعتبر احتراق حرق دخان مش حرق تبغ زي ما قلنا، أو يعتبر إنه غيمة قاعدين يسوي دخان عادي. هل يعتبر إنه هذا الدخان هو بخار الماء حق المادة اللي موجود في هذه الآلة وما بيأثر على الأطفال من حوالينا، خصوصا يعني أنا ذكرت حددت الأطفال لأنه طبعا هم الجيل القادم الأهم. بالضبط. طبعا الدخان هذا أكيد فيه مادة مواد خطيرة، طبعا الأنواع من ضمن الأنواع مادة فيها نيكوتين، والنيكوتين إذا خرج من أو انبعث من المدخن يعتبر خطر أكيد على المدخن السلبي، خلينا نقول اللي هو التدخين السلبي. مثل ما تفضلتي الأطفال والمرأة الحوامل هم أكثر عينة راح تتضرر من هالعادة السيئة حقيقة. طيب بحكم تخصصك يا دكتور، معلش أبغى أسألك إيش هي الآثار السلبية الناتجة عن تدخين السجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية؟ أوكي طبعا بعيدا عن السرطان. أوكي طبعا كلنا نعرف أنه التدخين من أقدم العادات البشرية، وللأسف العادة تتكرر يوم بعد يوم. طبعا الدراسات في مسألة أضرار التدخين بصفة عامة لها 100 سنة، وكل يوم بعد يوم يطلع مرض جديد بسبب التدخين. فأنا أقدر أقول من المكان هذا أنه الأضرار الناتجة عن التدخين بدأنا يوم بعد يوم نلقاها موجودة في التدخين الإلكتروني. يعني كل يوم نلقى في ضرر نفس الضرر الموجود في السيجارة العادية. من ناحية أمراض الصدر. من ناحية أمراض الصدر، من ناحية التحسس، يعني بمعنى الآن في إذا جبنا طفل عنده ربو دخن، عنده رجل يدخن سيجارة عادية، وجبنا شخص ثاني يدخن سيجارة إلكترونية، المادة اللي تطلع من السيجارتين يتحسس منها نفس الطفل. نعم. يعني تسبب تحسس ربو. بغض النظر السرطان نحطه على جنب الآن، مسألة التحسس صحيح. يعني طالما نعم أنت تبغى تبلي نفسك، يعني في الأخير ابلي نفسك لكن لا تبلي اللي حولك، يمكن نقولها بهذه الطريقة. بالضبط. دكتور ليش احنا دائما نقول يعني الأشخاص كثير مدخنين يقول لك أنا أقدر أوقف بس أنا ما أبغى، إيش سر التعلق في الدخان أو الشيشة؟ والله شوف يعني الآن هذه تعتبر العزيمة، يعني تعتمد على الشخص نفسه. طبعا في أمور كثيرة تعتمد على بداية التدخين وعلى ترك التدخين، طبعا الأصدقاء الفراغ، أمور كثيرة تحكم النظرية هذه، فتعتمد على النفس نفسه. الإرادة هي العامل المهم في الإقلاع عن التدخين. طيب دكتور، في كثير ناس مثلا يقول لك اللي يكون مدخن أو هيفي سموكر يقول لك أنا حأترك السجاير وحأشرب شيشة. أوكي. من باب أنه مثلا الشيشة شغلتها شغلة لسه مثلا حتجهز وحتعمل وحتولع فحم، في المقابل يقول لك لا، راس الشيشة الواحد عن 40 أو 50 سيجارة، الشيشة الإلكترونية بتعادل نفس الشيشة العادية في عدد السجاير ولا أكثر؟ أكثر, أكثر. نعم طبعا. ما هي وسيلة إنك أنت تقطع الدخان وتدخن شيشة إلكترونية عشان تقول أنك حتبطل السجاير؟ أوكي يعني الآن الخيار الموجود الآن للمدخن، عندنا الآن مدخن يدخن خلينا نقول باكيتين في اليوم. أوكي أضرار التدخين العادي مدعم بدراسات من فترة طويلة، وجميع الأضرار مبرهنة، لكن الأضرار الشيشة الإلكترونية ما زالت تحت الدراسة. فحنا الآن دائما، وهذا هي التوصيات اللي المطروحة الآن في السوق أو في المؤتمرات العالمية، إنه هي تعتبر بوابة للي يحتاج أنه يترك التدخين فممكن يلجأ للسيجارة الإلكترونية، لكن ما تعتبر كخيار
كعادة أو حتى ما هي سيفتي. يعني قبل فترة انتشر مقطع في السوشيال ميديا أتوقع ولد كان بيدخنها وانفجرت في وجهه بطارية. بصراحة أنا ما شفت المنظر لأنه كان جدا بشع, بس الولد في الإمرجنسي ومن تحت ما أدري أنت صح شو صح ما قدرت أنا أشوف المنظر فعليا. يعني بالضبط بالضبط, هذه كانت في نيويورك تقريبا قبل سنة. هذه فعلا كانت موجودة, والأخطر منها واللي تتكرر دائما أنه ممكن الطفل يأخذ نفس المادة الزيتية هذه ويشربها لأنه فيها منكهات, فيها منكهات, فلما يشربها هذه تعتبر جرعة قاتلة قاتلة مركزة يعني لو يشرب, فهذه كارثة. طيب دكتور أنت ذكرت قبل شوية أن التدخين هو أقدم عادة على يعني على وجه الأرض ممكن صارت, بس لو أقدر لو تقدر تشرح لي كده إيش سبب أنه الإنسان متعلق في التدخين؟ يعني هل التدخين السيجارة سواء كان أو شيشة يعوض عن فقد شيء ما في الجسم معين؟ يعني أنا أعرف أنه في غدة تفرز نوع من أنواع النيكوتين أتوقع أو ماني متأكدة, يعني أنت الدكتور طبعا, وهذا الغدة تقتل بمجرد ما يأخذ الإنسان أول سيجارة, لو توضح لنا كيف؟ لا هو يعني خلني أقولها ممكن معلومة أول مرة تطرح, أنه الفائدة الوحيدة للتدخين للأسف هو كسر القلق, عشان كذا الناس تأخذه كعادة أو من أقدم العادات البشرية بسبب القلق. القلق يعتبر مرض منذ الأزل, فكان يستخدم التدخين لكسر حدة القلق, وهذه فقط هي الفائدة الوحيدة من التدخين. على طبعا ما ننسى الأضرار الكبيرة الأكبر منها, فهذا يعتبر هو المدخل لاتخاذه كعادة للأسف. طب كيف نقدر نتخلى عنها؟ لو تقول لنا نصيحة أخيرة كذا لينا وللمشاهدين. مع طبعا العزيمة والإصرار أوكي شيء مهم, بس في أي شيء مثلا ممكن يساعد طبي نقدر نستخدمه؟ أنه هذا ميديسن يعني. أوكي طبعا جمعية مكافحة التدخين وجمعية إثراء موجودة عندنا في البلد حقيقة, عندها جهود جبارة في مساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين, فأنا أعتبرها صراحة يعني مدخل مهم لكل رجل أو امرأة بدأت أو فكرت أنها تقلع عن التدخين, الاتجاه إلى هالمركز هذا, لأن فيه كوادر بشرية الآن مدربة وفيه عناصر بشرية مدربة وبنفس الوقت مدعمة بأدوية جميل. ومساعدة. أكيد دكتور يعني ما يختلف عليها اثنين, التدخين سواء كان إلكتروني أو كان تقليدي فهو ضار. دكتور النشمي العنزي شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا حنطلع فاصل ورجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي. ننتقل إلى زميلتنا غالية أمين ونشوف لقاء خاص مع الفنانة السعودية داليا مبارك ونتعرف على طريقة اختيار هذه الموضة. يا حاسدي هذا أنا جيت أوراح والوثق بنفسه ترى دايما فوق. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة الفاشن من برنامج سيدتي. اليوم قابلت الفنانة السعودية داليا مبارك وتعرفت على اختياراتها للموضة أكثر. أهلين داليا, حابة أرحب فيك ببرنامج سيدتي فقرة الفاشن. طبعا أنت فنانة جدا مميزة, تقدري تقولي لنا كيف تختاري إطلالاتك؟ وشين مبسوطة أني أكون اليوم في لقاء معاك اللي ما يعرفون الناس أنه أنت صديقتي على المستوى الشخصي, وفي أيام كنت ستايلست كنت أختار لك إطلالاتي, تختاري لي إطلالاتي صح وبثق في رأيك وأنت مذوق يعني, فأكيد أنا مبسوطة أني اليوم أكون في استضافتك. شكرا. تقدري تقولي لنا أكثر إيش اللوك اللي تحبيه, الناعم أو الجريء؟ بحب البساطة, ممكن يكون في جرأة بس مش الجرأة المزعجة للعين يعني الناس تضايق منها. أحب البساطة في إطلالاتي ودائما أتعمد البساطة وأكره التفاصيل الكثير يعني. أيوة. تحب تغير ستايلك من فترة لفترة ولا تقعدي على نفس الستايل دائما؟ وساعات
أتمنى أشطح حاجة بس ما أقدر، أحس أنه أخاف من المجازفة. أنا أعرف أنه أنت تختاري الإطلالات في الفيديو كليبات حقتك، صحيح. كيف تختاريها؟ من فين يجيك الإلهام؟ يعتمد على حسب السيناريو والكليب. زي في حاسدي كان كول ويشبه شخصيتي كثير، فما تعبت وأنا أختار. وأنا موجود مثلا كان برد وبلندن فيعتمد حسب. أيوة، يعني على حسب كل فيديو كليب. حسب إيه، بس غالبا كلها أنا، يعني باللي ألبسها في حياتي العادية. باللي تلبسي في حياتك. يعني في حاسدي هذا لبسي اللي في حياتي العادية طبيعي، الكول الجاكيت طيب إيش اللبس اللي دائما تلبسيه في حياتك العادية؟ يعني عشان يكون شكلك، طبعا أنت فنانة فلازم يكون شكلك مميز أكثر عن الناس العادية. حسب، يعني يمكن لأن أنا بيتوتية غالبا، يمكن في إطلالاتي اللي برا أنا بيتوتية، فحتى لو خرجاتي مع صحباتي جينز جاكيت كاجوال. كيف تخفي نفسك من المعجبين بس بترند حلو؟ بصراحة لما أكون طالعة مول أو كذا ماني حابة حد يضايقني. أيوة. فبأطلع أبسط من اللي الناس تتخيل إنه هذه داري. like training suit مع نظارة أيوة. وأطلع عادي. بس كل أخذ حيعرفك أكيد. لا لا لا. training suit صدقيني أبداً. طب كيف تحافظي على جمالك؟ تقدري تقولي لنا أكثر على المستحضرات اللي تستخدميها؟ أنا قبل كنت أفكر بصراحة إنه الواحد عشان يهتم ببشرته ويحتاج كريمات ما أعرف إيش. بأمانة لما بطلت أحط ميك اب كل يوم. أيوة. لا حسيت إن بشرتي قاعد تتحسن وما أحط ولا كريمات أو شيء غير صابون. أيوة. يعني لأن اكتشفت إن الغسول ما بالنسبة يعني لي. بس تغسل وجهك بالصابون كثير سيلبرتيز بيقولوا كده، صح؟ لأن المنتجات وهذه الغالية واللي بتسوي ما عملت أي شيء. أيوة. غير أنه ريحت وجهي من الميك اب فترة طويلة وصابون. إيش القطع اللي دائما تكون في دولابك وما تستغني عنها أبدا؟ لازم فستان أسود قصير. أيوة. لازم فستان أسود طويل بدون تفاصيل، عشان ممكن أنا أحط عليه أي شيء، أضيف عليه أي قطعة سواء قصيرة أو طويلة. تقدري تعيديه قد ما تبغي. الأسود خصوصا. أيوة. فأحس هذا. والجينز يمكن أنا أكثر ملابس عندي الجينز، أعشق الجينز بشكل. وإيش تبدي نصيحة للمرأة عشان دائما تكون متألقة في خرجاتها؟ تكون بسيطة قد ما تقدر، لأن الأوفر بيزعج العين، فكل ما كانت بسيطة وشيك تكون أحلى. أيوة. بدون تفاصيل كثير يعني. شكرا داليا لوقتك، صراحة مرة بسطت كنتي معانا اليوم في البرنامج. أنا أكثر يا عمي. وعودة لكم زميلاتي في استديو سيدتي. ما هزني رايك أسرت أو برح سكوتي ما هو خوف لكن من الداد. شكرا يا غالية على هذا التقرير. مشاهدينا فاصل ورجعنا نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي. ورجعنا لكم من جديد مع كيمي وجيجي وفقرة الفاشن بوليس في مهرجان دبي السينمائي. أهلين بنات. أهلا فيكم. أهلاً. هيفا وغادة، كيمي وجيجي. جيجي. إيش اللوك الحلو هذا أول شيء؟ إيه تغيير. حبيت التغيير. Thank you. وحبيت عبايتها كمان. ما شاء الله لونها جدا رائع ومرة إليجنت. طيب بنات كده بشكل عام قبل ما حنشوف صور ونشوف الأشياء وآراءكم وآراءنا في النجمات وظهورهم على الريد كاربت في مهرجان دبي السينمائي. إيش رأيكم كده كتقييم عام؟ كيف كانت الأزياء؟ كيف كانت الجولري؟ كيف كان الفاينل لوك لكل نجمة من النجمات؟ أنا أحس شيء واحد اللي ينعاد حتى في الأزواج، المصممين اللي يصمموا لهم الملابس
يعني احسها مره مو غريبه. ونفس الشيء تنعاد كلها شيفون ومن يعني طويل لون غامق او فات، يعني ما ادري، ما احس انه في شيء غريب. ما في تجديد، ما في تجديد للديزاينرز وال الدرجة. حتى لما تسوي سيرش ما في فرق بين 2007 2014، لسه تلاقي اشياء تنعاد وما هم ابديتد، مو زي مثلا الاجانب على طول تعرفي 2014 من 2013 حتى. طيب نشوف الصور الان بدات تطلع عندنا. انتم اليوم عاملين لنا هذا ميسي مغربي جيم. طيب ميسي مغربي لابسه فستان يعتبر اعتيادي او افريج اللوك العام، يعني اعطيها كريدت انه مناسب لجسمها مناسب لشكلها، بس بالنسبه لي الاكمام صايره كذا بالنص، ما هي موضه الحين، ما هو ابديتد، والتون حق الفستان يشبه التون حق السكن، ف ات ود بي بيتر اف اتس يعني اذا كان دارك اكثر. بالنسبه لشعرها اتس ات لوكس افريج برضو، بس تحتاج لو ترفعه بس ان جنرال يعني اتس اوكي، بس ما في شيء ستيتمنت، ما في يعني فاشن. يعتبر واحد من الاشياء المقبوله من يعني مقارنه بالناس الثانيين. طيب هذه تعتبر شيء زين، مو سيء. اي مو سيء، كل السلبيات اللي قلتيها هيفا وفي الاخير يعتبروا اشياء مقبوله. والله والله مقارنه بالاشياء اللي بتشوفينها الحين. استني ومساء نفذت بجدها على قولتهم، نشوف الثاني. ترى اول شيء احس فستانها مره غلط انه قالت بعد انه اتس جولد، ترى صدق جولد مرصع بالذهب. احس مره تبذير، تخيلوا مرصع بالذهب ولا كان مرايات. انا لا تخيلي مرصع بالذهب. بعدين احس هذه القصه اللي الكم بعد هذه القصه اصلا حتى النحيفه ما تصلح لها، يعني شوي تحسينها تشوه، فهي عندها يعني اكتاف، يعني في عندها اشياء بحس غلط، غير غلط هذه القصه. حتى موديل الشعر، يعني تهيألي موديل زي كذا كان لازم ترفع شعرها بالضبط. ايه مو كذا تنزل بالضبط، والميك اب احس اوفر تو ماتش. طيب ايه بعرف، يعني احنا دحين لاحظنا انه هذا ثاني فستان ونفس الشيء الكم مو طويل، مع انه احنا في ديسمبر وبالعاده ليش المفروض شتوي بالضبط. يعني هذه من الشيء اللي لفتني، انا ما عرفت هو المناسبه هذه لو انا ما عندي خلفيه هي ديسمبر ولا في شيء. انا بصدق والله انه هيفا قالت انه شافته تبذير، صراحه كويس انت لاحظتي هذا الشيء كمان. المسج اللي بتوصله يعني ما اعرف ليش. نشوف الصوره الثانيه. نادين ليش؟ ديسابوينتينج ديسابوينتينج. زهير مراد بعد المصمم انا استغربت، يعني ما لقيت الا هذا الفستان. كان فستان زواج. زواج قديم. زواج قديم حتى. بعدين ما يصلح الكيرفي بادي، يعني احس هي كيرفي ما يصلح لها هذا الشيء، هذا الشيء مزود يعني تو ماتش اشياء. حرام. ولا جيوب الفستان يعني ولا الذيول اللي على الاذناب يعني مره مخربه، يعني حتى وقديمه اصلا. طيب لو نبغى نتكلم عن الميك اب والشعر ايش السمبل؟ يعني شي تراينج البرنسس لوك، شي تراينج ذا برنسس لوك، ويتش از يعني اوكي، بس يعني شي هاز بيوتيفول فيتشرز، بتكون شكلها حلو لو رفعت شعرها او قصرتها تغيير. اي بس حتى التاجز والله. طيب نشوف الصوره اللي الثانيه يا جماعه. نشوف الصوره الثانيه بس لسه ما رسمت ولا رسمه. اي خلينا نتكلم عن هذه، عندنا جيم راح نسويها صح؟ يس. تختارين اي فستان وترسمين رسمه. ترسمين رسمه بس واحد منهم. اي واحد منهم. اوكي واكتب الاسم. ايه اكتب الاسم. يلا. طب شفتوا صوره مريم حسين؟ يلا. انا عجبتني، انا حسيتها تقلد فوز الفهد وبرضه شيرين، لانها لبست نفس، كلهم لبسوا نفس الفستان. هذا يعني انا عجبني على جسمه، عجبني الشعر. لا كتكوته نعومه يعني. طيب ايش كمان؟ او ماي جاد. يا منى شلبي لانجري كذا شويه، هذه تفوز بالفاشن. اوكي تفوز بالفاشن اذا كانت، اذا احد يبغى looking really old. انا بدأت احس عمرها الحين 60، بس شكلها تقول يا هيفا لا لا هي صغيره صح؟ منى شلبي صغيره يعني مو 60 لسه. لا فكرة الفستان اللي معلق بإخبال نحيفة أو رفيعة، هذه فعلا يبغى له واحدة مرة تكون سكيني صح.
ما ابغى اعشن بس انه صح. طب ايش رايك في الاشياء اللي هي يعني مصفط يعني حتى مو فت واللانجري في شيفون في شيفون جاي على الاجناب مره في اشياء كثيره غلط واللانج يعني اللانجري لوك. طيب شوفوا انا اقول لكم احنا نكمل كل حاجه طبعا مع هيفا وغاده لكن مشاهدينا نطلع فاصل. وبلاش تغيب عني بتوحشني ماليش غيرك حبيب قلبي يا احلى أهلاً لكم مشاهدينا ومكملين نفس الفقرة مع غادة وهيفا. طبعا انتوا قلتوا لنا نرسم الفستان اللي عجبنا واللي ما عجبنا انا ماني عارفة اللي انا رسمت اللي عجبني اللي ثبت في بالك خلي اللي ما عجبك مشاهدينا الختام في لسه معانا صور ثاني يس خلونا نشوف واو كيف عجبكم عجبني البرنس انا عجبني ان لبست هذه البرنس شو اسمه شكل مو عربي اي الا الا عربيه هي الورود البرنس مره فاشنبل الحين ايه؟ من فوق مره حلو ايه؟ ويناسبها بس انا احس من تحت معطيها حجم من تحت اكبر مره كبير معطيها حجم يس كانها يس ايه فمخليها صراحه اكبر و بس هي ان جنرال ترى شعرها حلو ملامحها ايه؟ حلوه ويمكن كلتشرال وايز أنا ما أعرف الفتحة إذا هي مقبولة في المهرجان دبي السينمائي بس إنه كلتشرال وايز صحي وبرد بعد برد ما أدري إذا هي أكسبتبل ولا مو أكسبتبل شوف الصورة الثانية يا أي لايك أي لاف إت هذه أو ماي جاد مرة حلوة It's my favorite. أجنبية عادي جاكيت عارفة إنه في براد يس هذه سونام إليجنت يس سونام كابور مرة حلو الجاكيت وكذا كلتشرال وايز والفاشنبل وايز يعني ماشي مع الكلتشر مع ثقافتنا يعني مهرجان دبي يعني برافو ان هي محترمة كمان عادات وتقاليد البلد اللي هي فيها exactly. جميل جميل نشوف الصورة الثانية ماذا أيضا عرفتي هذه لبيبة يس مرة بس شوفي عجبني انه عجبني ترى شعرها لا عجبني شعرها انا اسفة انا اتس فاشنبل الحين البانجز مرة ان بس مرة غلط لما كان شعرها قصير زي قصة عبير كان عليها احلى فاشنبل للاسف انا حسيتها هنا طلع كانها دوره انا الصراحه انا زيك انا غادة عجبها شعرها انا ما عجبني انا ما عجبني شعرها بس هو يمكن ما اعرف هل هي مشكله انا ما اتكلم عن طول الشعر اتكلم عن طول الغره انها بزياده بعدين في جهه كده في جهه كده ما اعرف بس هي تحس الشعر في مشكله انا ايش اللي عجبك فيها تحديدا عجبني اجي وعجبني البانكس يعني الغره الحين مره ان عجبني انها غيرت دائما شعرها طويل ونفس الشيء احس يعني نفس المعتاد فانا احس انها غيرت بس لو لابسه فستان مثلا اورنج او شيء يعني كانها دول عرفتي يطلع مره حلو بس لابسه الاسود مخرب اي نشوف الصوره الثانيه انا ما ادري ليش يعني هنا جابت العيد صراحه مره حبيت الخليجيه ما حبيت ابدا فانيسا ويليامز العروس شيء زي كذا يعني عاده هي مين؟ فانيسا ويليامز شوفي هي عاده زي صوفيا فرقارة يعني دائما الادجي الفاشنبل مره حتى في مسلسلاتها هي اول واحده شفتها لبست البنسل سكيرت اي فكان مره يعني ومع عمرها ما وافقت يمكن في ال لا سبيشلي في اللي ورا سبيشلي في اللي ورا صح ابدا غلط غير موفق صح؟ ما عجبني لا انا هنا بس اعطيها يعني ما ادري ليش اللوك كذا مش اجريسف ليش اجريسف طيب؟ طبعا هند صبري معروفه اوكي ودائم رائعه ومتالقه بصراحه بغض النظر عن في اشياء تحسيها في خربطه لكن لا عجبك؟ هند صبري جميله شوفي انت ترجعين نفس النقطة انا ارجع انت يا الجمال لا 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 لازم نتفق احنا مو الحين شو اسمها ملكة الجمال او ملكة التمثيل طيب لا هي انت اكيد هتعلقي على شيء هنا فوق كله اوفر بزي 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 اوفر كله كده بزي
تطريز يعني معريش تخليك كذا تسوي بزي وما هذا نوبل. انا اللي لاحظته مره كثير في المهرجان هذا تصميم عربي لو تعرفه مو معروفه واحده اتذكر بس عربيه يعني كويس انه بتلبس الناس عرب كيف شوفي انا ذا بروبلم يعني صدق انا احس الاجانب متقدمين بالفاشن لا شوفي في كثير عندنا غير الي صعب الي صعب انا احب ملابس كمان في مصممين عندنا عرب ليهم يعني ما شاء الله الاخت روح اكيد اكيد عرفتي بس انه يعني ممكن هي كثير بتساعد انه هي تكبر اسم مصمم عربي او مصممه عربيه كمان عرفتي لا 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 مين دي بس ما تلاحظون اوفر دائما يروحون اوفر يعني مين اللي لابسه ذا الفستان عندهم مشكله في البرنسس لوك شايفه ترى هذا عد المصمم اجنبي جاي مره يعني معروف بس ما ادري ليش اختارت هذا الفستان يعني بالعاده رايه راشد بيكون دائما كلاسيك دائما بتكون سمبل بزياده يعني دائما حتى الميك اب نو ميك اب فما اعرف ليش لبست هذا الفستان ثانك يو فور منشنينج ميك اب نو ميك اب فعلا يعني ذي نيد هذا الكايند اوف لورينج ذا تون خلص ما يصير كل شيء اوفر صح صحيح يعني انا yeah. انا اخترت واحد من الازياء وحرجع اختار واحد ثاني مين هذه مين ممثله اللي صعب برضو اي شوفي فستانها حلو انا عجبني وسبيشالي التشاكر وال هذا هذا مو موديل هذا اللي صعب هذه اوليغا اي صح موديل يعني حلو فستان هي انا ما اعرف درجه الحمار مقبوله في الشتاء هو هذه بالذات درجه الحمار هي الفاشنبل اللي هي جايه ترى هنا مخمل وهنا هنا مخمل فعجبني طب ما بعدين رفع شعره اي رفع شعره فكلها على بعض التركيبه طلعت بس وقفتها يعني. لو كانت ستريت كان احسن هذه يعني من وين ابتدي يعني صدق شيرين طافش مره ما مين هذه ما توفق ما توفق ما توفقوا جديد صراحه ما 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 جبت فستان شوفي يمكن انه ضيق على جسمه ترى زين بس لو كان قماش ثاني يمكن احلى بس يعني ممكن القماش نفسه بس التفصيل كويس يعني القصه تفصيل على جسمه احس محليه جسمه يعني كيرفز مبينته حلو مع انه جسمها يلبس مع انه بتختار يعني كثير بنشوف لها مناسبات بتتوفق في طريقه اختيارها بس يمكن هذا الستايل قديم قديم صح؟ صراحه yeah. هذه مشكلتي معاه بالبدايه ديزاستر هذا ديزاستر ذاتس ماي ورست جمب سوت جمب سوت على سوبرمان يعني ما اعرف صعب جدا مره طويل اللي هي مركباها في ظهرها ومن زين الجسم عشان يكون فاتح يعني شوينج شوي لا وي نوت جيتينج بيرسونال ما نروح نصير شخصيين خربت الدنيا وهذه مين؟ كيت بلانشيت انا ما اعرف ليش الاجانب لما جو صاروا شوي ما اعرف خبصوا صراحه خبصوا كل اللي في السوق لا شوفي كيت بلانشيت ترى نادرا كيمي ما يكون لها خيارات موفقه يعني حتى ترى على الريد كاربت مثلا في الاوسكار في الجولدن جلوب من الممثلات اللي نادر انا من وجهه نظري احس انه يسوي ستيتمنت ايوه صح نادر. ما تسوي ستيتمنت هل لدينا المزيد من الصور؟ في صور عشان انا رسمت انا متحمسه بوريكم الرسمه ايش رايكم في هذا؟ لا مرة السيلفر ترى لون حساس السيلفر لون حساس ما يصلح مرة لا مع اي درجة ولا حتى الشهر يعني كيف ليش؟ لمع اللمعة يعني شوفي صح اللمعة الحين موضة لا من كوكب الفضاء يعني ما ادري صح يمكن كانت لابسة عشان بتروح الفضاء طيب يلا بنات كذا مين أسوأ شيء شفتيه؟ أنا أريد رسمت أسوأ شيء ترى أنا كمان رسمت لكم تحب تشوفوا رسمتي؟ أنا رسمت حلاوة وقولوا ما شاء الله لأنه أنا فعلا رسامة أوكي؟ حلاوة أنا في اثنين ما عجبوني أحقولهم أو حرسمتهم باينة؟ ما حتبان لا لا مبينة هذيك عرفتها رايا أبي راشد خليكي مثبتة هذه رايا إيه هذه رايا إيه وهذه هذه منى شلبي هذه منى شلبي صح ويا عبير مبين. انا مالك كملي انا يعني عشان ما احب اجرح احد بس يعني اخترت اني احط حرف يرمز للي شفته طب اللي فوق صراحه جيف هير كريدت في احد كان يشبهه ما كان لابسه
يعني أيه. وهيفا وغادة ايش رسمت؟ انا رسمت بيسك هذيك البنت اللي لابسة قصير من قدام رايا رايا ابي راشد ايه ذكرتني باللايباد انا بيسكلي رسمت الجمب سوت ما عجبتني سو اكس والفلاور سوري الفلاور يس الشعر توبا ما عجبني سو اكس الجمب سوت نو والفلاور ميبي وتوبا هي تعجبني بس لوكها في المسلسلات مره احلى صحيح عندك مسلسل صحيح يعني في مسلسل كانت قصه فيه بقول لك شعرها قصير يعني القصة أنا شفتها دورة بدون أي نقاش ما حبيت أبدا قصة الشعر ما حسيتها لا شكرا ما قص شعري زيها طيب ويطول هو أفضل مو مشكلة يطول أفضل بس هي كنا أفضل لبس بي أفضل شيء شعر ميك أب و أوليغا لبس أحمر صح أوليغا أنت كمان زميلاتي معاكم أنا أتفق أتفقين أوليغا إذن أوليغا تحصل على جائزة برنامج سيء مشاهدينا خلصت حلقتنا اليوم نشوفكم بكرة في نفس الوقت مع السلامة